وتأمل في حديث أمر عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه، والذي لم يحفظه فليحفظه، والذي ما تعلمه فليتعلمه، واللي في بيته من الأبناء والذرية ما تعلموا هذا الدواء فإن الأحزان على قوارع حياتهم وعلى أبوابهم، بل على أبواب العيون والقلوب الأحزان، حتى نتعلم كيف ننكسر بين يدي الله. الحبيب علمنا دعاء يزيل الهم، يزيل الغم، بل ويبدل الله الهم فرحا والضيق فرجا، والحديث صحيح. الصحابة بعد أن قال الحبيب لهم هذا قالوا: أنا تعلمه يا رسول الله؟ قال: نعم، حق على كل مسلم أن يتعلمه، حق على مسلم، كل مسلم إذا سمع هذا الحديث أن يحفظه، لأنك تحتاج كل يوم أن تزيل عن نفسك بعض الوعثاء والغبرة التي لا بد أن تعلو القلب في الحياة. إذن في الحياة أنت معرض على الأحزان، غسيل الأحزان بدعاء. ما هو؟ اللهم، عندما قال صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: إن اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ثم قال بعد ذلك: وجلاء حزني وهمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه همه وغمه وأبدله فرحا، وفي حديث أبدله فرجا، وفي رواية: الله أكبر. ليس فقط يزول الهم بل تشعر بلذة ورق. والله إن القلوب أحيانا تتراقص فرحا، والله إن بعضنا يشعر يقول: يا شيخ، في صدري سعادة وفيه حلاوة، والله إني من السعادة أبكي، والله يا شيخ أني أبكي كما قال بعض السلف: إن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة، ها، إذن إن حياتهم إذن لحياة سعيدة. وبعضهم يقول: لجالدون عليه. ما أجمل أن تشعر بالفرح، ولن يجلو ذلك إلا الانكسار بين يدي الله: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما تعرفها وما لم تعرفه، ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده. ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك. وهنا وقفة. القرآن يفعل هذه الأفاعيل بالهموم والأحزان، يبيدها، يكسحها، يزيلها، يورق بالقلب بعد يبسه، ويجعل الربيع فيه، تجعل القرآن ربيع. في طفل صغير في مدرسة في الرياض قال لهم المعلم: ارسم حديقة. فانطلقوا يرسمون الأطفال الأزهار، إلا هذا الطفل أمه حافظة للقرآن، ماذا رسم؟ رسم مصحف وزخرفة. فأتى المعلم فقال: يا بني، هذا مصحف مهيب حديقة. قال: هذا ربيع قلبي. تقول همي، الله يخلي لهم يا شيخ، والله التربية الجميلة. ربيع قلبي، إن الربيع ليس الذي تشاهده العيون، أحيانا ينبت في القلوب. ولذلك تجد بعض الناس في خوف وفي قلق وفي ضجر وفي تعب، واحد مطمئن، مبتسم، راض، قار العين، ساكن النفس، والله ما عليه من الناس. وش هالسعادة التي عند فلان؟ لماذا كل يخاف وكل يتشائم وكل يقول هلكنا هلكنا، إلا هذا يقول: ابشروا بالخير، والله أنه يعرف الله. ولذلك أيها الأحباب، معرفة الله علاج لكل داء. لذلك الله جعل هذا السؤال سؤال تحت طباق الأرض، كلنا سنسأله: من ربك؟ من ربك؟ مذاكرته عيشك فوق الأرض ما عشت فوقها. قد بعضنا يعيش 40 سنة 80 سنة والله ما يعرف الله، والدليل على ذلك أنه إذا أتته المصائب بدأ يجزع وبدأ يولول وبدأ يشتكي للمخلوقين وبدأ يتحسر وبدأ يردد: لو 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 لو. أين الرضا بالقضاء؟ لا تقل لو، فوالله لا يقع فوق ملك الله إلا ما شاء الله.
كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدر، ليس هناك في الكون صدفة. لذلك الغم اللي يسكن في قلوب كثير سببه عدم معرفة الله، علاجه أن تذاكر من جديد منهج التوحيد، منهج من ربك، منهج أن تعرف الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى. كما قلت هو قريب، إذا قلت يا رب ما يحتاج يسمعونك الناس، لو فاضت العبرة وعلم الله نداءك ولو كان النداء خفيا فإنه يستجيبه وهو يسمعه. لذلك زعلان ليه؟ الله يعلم وشاء ذلك. لذلك أسأله أن يكشف الضر عنك ويكشف الهم عنك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.